السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال الجيو ديناميك انترن اللي غنحاول نخصصوها لي فولكون. في هذا الفيديو ان شاء الله غنحاول نشوفو كيلكو ديفينيسيون لا مورفولوجي دان فولكون لي برودوي فولكانيك لي ديفيرون تيب دي ايريبسيون فولكانيك اي لا ريبارتيسيون دي فولكون على سيرفاس دي غلوب. نبداو بكيلكو ديفينيسيون. شنو هو بعدا ان فولكون؟ ان فولكون سي تي ستركتير جيولوجيك كي ريزلت ا لا ميز اون سيرفاس د ماغما، يعني ديك لا ماغما اللي كتصايب ليا ا لانتيريور ديال لا تير فاش كتخرج لبرا ديال لا تير كتبرد وكتعطيني واحد لا فورم، هذيك لا فورم هي اللي كنسميوها ان فولكون. لا فولكانيزم هي لونسومبل دي فينومين كي ساكومباني ا لا رومونتي ديال لي ماغما. Les volcans pouvant être situés sur la Terre à l'air libre ou les sous-marins. Yani, dit la volcan est qu'il peut être la surface de la Terre, yani l'extérieur de la Terre, ou les qu'il peut être en dehors de la mer, qui est un volcan sous-marin. Ou في هذا لوكا ديال السومارين كنسميوهم واحد السميه خاصه، كنسميو ما كنسميوهمش لي فولكون، كنسميوهم لي زارك انسيلير. بحال ولكن غير لا تيرمينولوجي، يعني بحال فاش كنقول لك ارك انسيلير كتعرفوا السومارين ديريكت. لا مورفولوجي دان فولكون. ان فولكون كونستيتي با ان او بليزيور ريزيرفوار ماغماتيك اللي هما هادو كيتسموا اوسي دي شومبر ماغماتيك اللي هما فين كتستوكا لو ماغما ابري لا فيزيون بارسييل دان مونتو اولا ديال لا كروت كتطلع لو ماغما وكتستوكا ليا في هاد لي ريزيرفوار ماغماتيك. لي شوميني فولكانيك لي هما هادو لي كانال كي كومونيك لا شومبر ماغماتيك اي ليكستيريور دي فولكون، يعني هما منين كتخرج لو ماغما. اي لا مونتاني فولكانيك، لا مونتاني فولكانيك ولا نقدر نسميوها اوسي لوكون لي هي هاد لا فورم هادي، هاد لا فورم هادي. وهاد لوكون هذا راهو في واحد الفتحه هذه اللي كتسمى الفواهه اللي هي ان كراتير، تسمى الكراتير فرونس عربيه الفواهه. ولكن واش تو لي فولكون خاص تكون عندهم هاد لا ستريكتير هادي؟ يعني باش نقول راه هذا ان فولكون واش بالضروره خاص تكون عنده هاد لا فورم هادي، هاد لا فورم هاد لا فورم كونيك؟ واش بالضروره تكون عنده هاد لا فورم هادي؟ الا ماشي بالضروره. ان فولكون ني با توجور ان كون، يعني يقدر يكون عندي هاد لا فورم هادي اللي كتشوفوا قدامكم اولا تكون عندي ان سامبل فراكتير وكتخرج منها لو ماغما اللي هو ليكزومبل ديال اش ديال لي دوغسال اوسيانيك. لي دوغسال اوسيانيك راهم غير فتحه وكتخرج منهم لو ماغما، ما عندهمش هاد لا فورم هادي. لي برودوي فولكانيك بوفون تيتر سوا دي سوليد اللي هما دي لاف بليز او موان فيسكو اولا دي ليكيد لي دي لاف تري فلويد اولا دي غاز. هاد لي غاز هادو ايسونسيلمون لا فابور دو اولا دوتر برودوي توكسيك اللي هي مضره بحال لاسيد سيلفيريك اولا دوتر كاينين، وهادوك راهم قاتلين كاع. اون ديستينغ دو غروند موداليتي ديريبتيف ديريبسيون فولكانيك، يا اما ان تيب افيسيف اللي كيعطيني دي لاف اولا ان تيب اكسبلوسيف اللي كيعطيني لي تيفخا. دي لاف كتعرفوهم ولكن لي تيفخا شنو هما؟ هاد لي تيفخا راه ما هما الا دي بارتيكيل سوليد خجوتي باغ لو فولكون في الهواء، يعني فاش كيكون عندي ان اكسبلوزيون فولكانيك اولا واحد الانفجار فولكاني هادوك لي بارتيكيل اللي كيلوح ليا في السما بديك القوه ديالو هما اللي كنسميوهم لي تيفخا. من بعد راه كيتسيديمونطاو كيعطيوني شي حاجه اخرى. هاد لي تيفخا هادو اون بو لو كلاسي سولون لور تاي، يا اما دوك لي بارتيكيل اللي عندهم ان ديامتر سيبيريور ا 30 مليمتر فاش كيكونوا في الهواء كيتسماو دي بلوكا ولا دي بومب، ومن بعد ما كيطيحوا في التراب وكيتسيمونطاو كيعطيوني ان غوش كيتسماو دي بريش فولكانيك. لي بارتيكيل اللي عندهم ان ديامتر انفيريور ا 2 مليمتر كيتسماو دي سوندر فولكانيك فاش كيكونوا في الهواء، وملي كيطيحوا للتراب وكيتسيمونطاو كيعطيوني ان غوش كيتسماو دي سينيريت. لي ديفيرون تيب ديريبسيون فولكانيك
هاد الإريبسيون هادو عندنا كات إريبسيون كلاسيناهم سولون لي برودوي فولكانيك، سوا لي برودوي قلنا يكونوا سوا دي غاز أو لا دي سوليد أو لا دي ليكيد، لي بورسونتاج ديال هاد التروا هادو كنكلاسيو بيهم لو فولكان. إلا كان عندي بزاف ديال لو غاز مقارنة مع لي سوليد إلي ليكيد كيتسمى أن تيب فولكانيان، باش كيكون عندي لي بورسونتاج دو ليكيد في هاد لو فولكان هادا بلي كروند كو لو بورسونتاج دي سوليد إلي لو غاز كيتسمى أن تيب هوائيان. بالنسبة إلا كان عندي لو سوليد هو لي كتير كيتسمى أن تيب بيليين، و سميتو الميلونج بيناتهم شوية من هذا شوية من هذا شوية من هذا كيتسمى أن تيب لو تيب سترومبوليان أو لا لو تيب ميكست. بحال بحال أن فولكون ميكست يعني فيه شوية ديال الغاز و السوليد و الليكيد مخلطين فيه كلشي. لا ريبارتيسيون دي فولكون على سيرفاس دي جلوب، هاد لي فولكون هادو يقدر يكونوا يا إما انترا بلاك يعني ا لانتيريور دي بلاك كوم ليكزامبل دي بوان شوت، كتكون عندي ان بلاك اللي هي هادي ان بلاك وفي الوسط ديالها المهم الداخل ديالها كتكون عندي كيكون عندي ان فولكون كيتسمى الفولكون دي بوان شوت، كتكون عندي ان بوان شوت هنا هي اللي كتعطيني الماغما كتخرج، اولا لو كا ديال لو ريفتين كونتينونتال لي ريفتين تا هو راه ان فولكان انترا بلاك، او اللي يقدر يكون عندي دي فولكان انتر بلاك يعني اونتر لي دو بلاك اونتر دو بلاك على ليميت دي بلاك، كيكون عندي دو بلاك بيناتهم كيكون عندي ان فولكان. سي ليكزامبل دي دورسال اوسيانيك، ها عندي ان بلاك وها عندي ان بلاك وبيناتهم كاين عندي ان دورسال. دابا الا شتي هذا كاين فيكم اللي غيبان ليه هذا راه هو نفسو هذا، هلا ماشي بحال بحال. دابا هادي كانت بلاك وحده، هادي راه كانت غير واحد البلاك كامله في الاول، من بعد فاش كنت عندي هاد الدخصال هذا قسمها لجوج ولات عندي هادي بلاك وهادي بلاك. هادي لا هادي بالنسبه لهذا راه غير لا بلاك هادي وفيها واحد الثقبه في هنا فيها واحد الثقبه كيخرج منها المقمى صافي، اما هذا راه لا راه انفيسير كامله قطعه على بلاك عزلاتهم قسمتهم على جوج. اولا في لي زون دي سبديكسيون كتكون عندي ا ان بلاك اللي كتدخل من تحت ان بلاك اخرى وتعطيني ان فولكون بيناتهم، ها ان بلاك وها ان بلاك وتعطيني ان فولكون. سي لو فولكانيزم دي زون دو سبديكسيون. اي كوم سا اون تيرميني سيت فيديو هادي، ولا اللي عجبو الفيديو ما ينساش يتابونا معنا في لاشين ويبارطاجيه مع صحابو لكي تعم الفائده.